تعالى وبركاته. معكم الطوري محمد، مربي منطقة حد السوال وكذلك منطقة بني ملال، وعضو في عضو المكتب الإداري ديال الجمعية الوطنية لمنتجي لحم الدواجن. تتواجد الآن في المقر الجهوي حد السوال ديال الجمعية، ونشكركم على هذا اللقاء ولا الاستضافة إن شاء الله. سي محمد، بغينا نوير الرأي المحلي والعام الوطني حول ارتفاع صاروخي ديال هاد اللحوم الدواجن. فعلا لاحظنا في هاد الأواخر ديال شهر رمضان واحد الارتفاع، ربما ماشيش ديال ارتفاع اللي هو نقولوا كثير بزاف، ولكن ربما لاحظنا بين الأثمنة ديال الدجاج الطروح في الأسواق ما بين 25 درهم 26 درهم 24 درهم، ولكن هاد الأسباب ديالها اللي تيتسال عليها المواطن خصنا حنا نوروا الرأي العام باش يعرف أشنو هي الأسباب ديالها. يعني هاد الارتفاع جاء لعدة عوامل تتراكم تتجمع. كاين العامل الأول هو الجائحة اللي كنا عشناها، يعني أثرت بشكل كبير على هذا القطاع هذا، لأن واحد النسبة كبيرة ديال المربين غادروا هذا القطاع هذا وسدوا الضيعات ديالهم. كاين المشكل الثاني هو التكلفة ديال التكلفة ديال التربية ديال الدجاج اللي ولات اللي كنستعملوا في التربية ديال الدجاج حتى هي ولات طلعت. وكاين المشكل الثالث هو الجفاف اللي أثر بشكل كبير على هذا القطاع هذا، لأن تنعرفوا بأن الجفاف أثر بشكل كبير، لأن مجموعة ديال الضيعات هي سدات بالفعل، كاين واحد النقص ديال الماء مابقاش تمارس هذه المهنة هذه. وكاين العامل الرابع اللي هو أساسي واللي هو أثر بشكل كبير هو الارتفاع الصاروخي ديال الأعلام، لأن في واحد عامين هذه يعني قبل الحرب ديال كورونا كنا الأعلاف تناخذوها ب 3 دراهم و 20 دراهم، دابا ولات الألاف وصلت لخمسة دراهم وثمانين، خمسة دراهم وسبعين، يعني كانت واحد الزيادة تقريبا ديال 80 حتى 90% باش طلعت. يعني هادشي هذا الغلاء ديال الألاف أثر بشكل كبير على التكلفة، يعني دابا الدجاج ولينا ولات يتقام علينا في الضياع تقريبا ما بين 16 درهم 17 درهم، وقبل رمضان كنا الدجاج تنبيعوه ب 12 درهم، وصل الدجاج قبل رمضان واحد 15 يوم قبل رمضان وصل الدجاج حتى 11 درهم، يعني كنا تكبدوا واحد الخسائر ديال 6 درهم 5 درهم. ولكن ديك الوقت ما كانش واحد الالتفات للكساب، ما كانش يسول في الكساب، يعني راه كان يخسر واحد 5 درهم، ولكن دابا ملي خسر الكساب هذيك كان تكبد واحد الخسائر كبيره، يعني الكساب غادر الميدان، واحد المجموعه 50% ديال الكسابه غادروا الميدان ما قدروش باش يستمروا، لان تكبدوا خسائر كبيره ما يمكنش لهم يستمروا. ومني تكبدوا خسائر كبيره غادروا الميدان، ولا لهنا العرض ولا لهنا العرض قل على ولا العرض ولا الطلب عندنا تيفوت عندنا العرض، هادشي هو اللي خلى الاثمنه ديال الدجاج باش ترتفع واحد الارتفاع ربما نقولوا ماشي شي ارتفاع صاروخي بالمقارنه لديك التكلفه ديالها. يعني حنا رحنا مع نحافظوا على القدره الشرائيه ديال المواطن، وحنا ككسابه راه عندنا عائله ديالنا عندنا اسر ديالنا عندنا، حنا تنبغيو نضمنوا غير واحد الربح، واحد الربح يكون هو طفيف ومستمر باش نقدروا حتى حنا نسيروا العمل ديالنا. سي محمد، ما كيبانش بان كتقول لي بان الدجاج كيوصل واصل عندكم ما بين 16 حتى 18 درهم، اليوم المواطن كيشتري الدجاج ب 22 درهم، شكون كيستافد من هذا القانون ديال التغيير قانون المضاربه؟ شكون كيستافد من هذا الريع؟ هنا كاين واحد الاشكال، حنا باش نقولوا دابا في الضيعه ديالنا مثلا نعطيك مثال، البارح الدجاج في الضيعه كان ب 18 درهم باش بان، ولكن المواطن تيقتنيه ب 26 درهم، يعني كاين واحد التلاعب، لان الدجاج ما تيمرش من الكساب ديريك للمستهلك، كاين وسطاء يعني تيدوز من عند الوسطاء عاد تيوصل لعند تيمشي من الضيعه تيتشرى من عند الكساب تيدوز عندنا الموزع تيهزو الموزع تيزيد واحد الدرهم ولا جوج دراهم، من الموزع تيمشي للاماكن ديال بيع الدجاج بالتقسيط ومن ثم تيوصل للمواطن. ولكن كاين شي اماكن ديال بيع الدجاج بالتقسيط تيستغلوا الفرص، يعني ان فوا تيوصل الدجاج لواحد الثمن اللي هو مرتفع تيبقاو شادين ديك السومه هذيك، يعني ما تيبقاوش ينزلوا ما تابعينش ليهم السوق وما تيستغلوا ديك الفرصه وتيبقاو شادين في نفس الثمن المرتفع وتيستغلوه، وهذا حنا ما تنأيدوش، حنا بالعكس حنا بغينا الدجاج يكون غير بواحد نربحوا غير واحد 50 فرانك حتى 60 فرانك حتى 3 درهم كاع في الكيلو، يكون عندنا واحد الربح اللي هو مستمر ودائم وباش نبقاو محافظين على القدره الشرائيه ديال المواطنين. وبغينا باش الجهات المسؤوله على الاقل دير واحد الالتفاته، لان كاين واحد التلاعب في الاسعار بخصوص
خصوص الناس اللي الوسطاء كما حتى لعب. حنا ما كرهناش الدار كما دار في بعض الدول، يعني بعض الدول الاخرى دخلت باش تضرب على هاد الوسطاء اللي تيتلعبوا الاثمنه ويولي عندنا المنتوج ديالنا يوصل عندنا الدخل الدوله باش يوصل عندنا من الضياع للمواطن ديري. وتما غادي نحافظوا بزاف ديال المسائل وغادي نحافظوا على القدره الشرائيه ديال المواطن. انتم كجمعيه وطنيه لمنتجي اللحوم الدواجن، واش ما حاولتوش انكم تدقوا ولا تفتحوا باب الحوار للجهات الوصيه كوزاره الفلاحه كالحكومه ان تفتح معكم باب الحوار باش تلقى شي حل بالنسبه للغلاء الاعلاف للحفاظ على الامن الغذائي؟ احنا كنا استبشرنا خيرا لان خرج واحد القانون قال لك اودي، يعني بعد باش نوضحوا للمواطن بان جميع الالاف المستعمله في المركبه المستعمله في تربيه الدواجن كلها تقريبا مستورده. يعني من تقول مستورده يعني تجي مواد خامه وتتوصل هنا تتم التركيبه ديالها. ولكن هذا استبشرنا خيرا حينما قال لك اودي راه خرج واحد المرسوم اللي غادي ينقصوا لنا التعفى هذه المواد هذه التعفى من الضرائب الجمركيه في سميتو في المرسوم في الحين الاستيراد. قلنا ربما غادي 10% غادي تنقص علينا من هذه المواد هذه، يعني راه التكلفه راه غادي تنزل وراه يعني الثمن ديال الدجاج غادي ينخفض. ولكن حنا تفاجئنا قال لك اودي راه المواد فاش تولي مركبه راه غير معنيه، يعني ما استفدنا من والو. في حين ان بعض الوزاره خرجوا قال لك اودي راه دعمنا الكساب وعاوننا الكساب، حنا راه ما وصلنا لا دعم لا ما استفدنا حتى شي حاجه. يعني حنا كيفاش يعقل بان الدجاج تيتخام عليك 17 درهم و 16 درهم وغادي راه الا خسرتي هذه المره هذه ما يمكنش تبقى مستمر، تخسر هذه الباندا تخسر الباندا الاخرى تخسر الباندا الاخرى، يعني ما غاديش تقدر تبقى مستمر. راه الا ما كانش واحد التدخل عاجل على الاقل ديال الدوله باش على الاقل يتقدم واحد الدعم لهذا الكساب هذا باش التكلفه ديال الدجاج تنزل، ديك الوقت راه يمكن هذا الكساب هذا يمكن يستمر ويبقى غادي. اما راه الا ما كانش واحد التدخل عاجل في اقرب وقت راه ما يمكنش الناس تستمر، لان راه كاين دابا راه كاين ما تشوف دابا راه دابا الدجاج حاليا نقولوا كاين في الاسواق كاين ب 18 درهم في الاسواق كاين 25 درهم 26 درهم، ولكن راه واحد النسبه قليله هي اللي عندها الدجاج دابا، لان الناس كانوا متخوفين من رمضان قالوا ربما رمضان غادي يبقى فيه واحد الكارثه وغادي الدجاج غادي يتقبل ثاني خسائر اخرى ما يقدرش يقدر يستمر. ولكن نكون على يقين بان الكساب دابا حاليا راه ما يقدرش يتكبد خسائر، راه الا مازال تكبد خسائر اخرى وما كانش واحد يدخل من طرف الدوله باش تساعده راه ما يبقاش يستمر وغادي يوصلنا الدجاج اكثر من الشيء اللي نشوفوا دابا.